فيما تريد أن تقوله بعد هذا النداء. انتظروا لحظة، فعند عدنان أكيد ما يريد أن يقوله. أيها الأصدقاء، هل تذكرون لقاءنا السابق مع رواد كوكب العقل؟ طبعا نذكر. اجلسوا. وها نحن
كان يدور بيننا؟ نعم نذكره. الكتابة أعظم اكتشاف حقيقي للإنسان. لقد جلست وكنت أفكر كثيرا في هذا الموضوع حتى إنني وقعت في حيرة. حيرة؟ لماذا يا عدنان؟ كيف انتقلت إلينا قصص القدماء وحكاياتهم؟ هذا أمر سهل، كتبوها فحفظت حتى نقلت إلينا. كيف يا عمرو؟ وقد كانوا يكتبونها على الأحجار وعلى جدران المعابد. ماذا تقصد يا عدنان؟ لقد تخيلت نفسي كاتبا في هذه العصور. مرة واحدة كاتبا في هذه العصور؟ مجرد تخيل يا عم، مجرد تخيل أنني كاتب وأردت أن أكتب قصة. فعلا إنك تحتاج إلى كمية كبيرة من الأحجار. بالفعل، ولكن كيف كان هؤلاء يكتبون قصصهم الطويلة وتاريخهم الطويل؟ هذا سؤال كان يجب أن توجهه لرواد كوكب العقل. بالفعل هذا ما فكرت فيه، ولكن لماذا تأخر حتى الآن؟ وها نحن قد وصلنا أيها الأصدقاء. أهلا بكم، ولكن لماذا تأخرتم؟ لا، لم نتأخر، ولكن أردنا الإجابة عليكم بشكل علمي. فلتسعد يا عدنان، ألم أقل لك إن أصدقائنا رواد كوكب العقل يسمعون حوارنا؟ بالفعل، ولقد سعدنا غاية السعادة لما فكر فيه زميلكم عدنان. في الحقيقة لقد تحيرت كثيرا، فإذا كانت جدران المعابد والأحجار هي الوسيلة الوحيدة التي استخدمت قديما في الكتابة، فكيف وصلت إلينا قصص القدماء ومطولاتهم؟ الإجابة بين يدي عقل. هذه أوراق البردي، ولقد وجدتها بكثرة في مستنقعات الدلتا. هل يمكنك الكتابة عليه؟ كما ترى، بل ويمكن الكتابة عليه بأحبار ملونة. وهل يغنيك هذا الورق عن الكتابة على الأحجار؟ كما ترى أيضا، فالكتابة عليه بالريشة أسهل من الحفر على الأحجار، ويمكنني أن أكتب قصة كاملة على مجموعة من أوراق البردي. وهل يمكنك الاحتفاظ به دون تلف؟ فقط أحفظه في مكان جاف بعيدا عن الرطوبة. وما هذا الذي بجانبك؟ هذه حافظة الأوراق، ويمكنني في كل واحدة أن أحفظ قصة أو تاريخا. وحفظ لنا البردي الكثير من تراثنا الإنساني القديم. نعم، وقد كتب عليه القرآن أيضا. وقد ساعد استخدام ورق البردي في الكتابة على الاختصار ووضع الحروف المناسبة، وقد تطور الخط الهيروغليفي إلى الهيراتيقي، ثم إلى خط أكثر ليونة هو الديموتيقي. أظنك يا عدنان قد ساعدت الآن بهذه الإجابة الوفية. نعم يا عمرو، ولا يسعني إلا أن أوجه الشكر إلى أصدقاء كوكب العقل.
ونحن نشكرك أيضا يا عدنان، لأنك دوما تفكر ولا تقبل أي معلومة إلا كاملة. الآن وقد اكتملت الإجابة، حانت لحظة الرحيل. فوداعا وإلى اللقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي، ها نحن وها أنتم مرة أخرى نلتقي في حلقة جديدة من حلقات حديقتنا، حديقة المعرفة، حلقة نشاهد فيها، نتأمل، نعرف المزيد والمزيد عن فننا التشكيلي. في حلقة اليوم فنون الإنسانية، ليس فقط فنونها التشكيلية ولكن كل الفنون على الإطلاق. هذا الفن هو فن الزخرفة الإسلامية، وتحديدا نقول الزخرفة الإسلامية لأن هناك العديد والعديد من أنواع الزخرفة، ولكنها لا تأخذ هذا الطابع المميز والفريد كالذي تأخذه الزخرفة الإسلامية. والزخرفة الإسلامية هي من أهم العناصر التي أعطت للفن الإسلامي هويته، أي أعطته ملامحه المميزة. لا تخطئ العين عندما تشاهد نموذج للزخرفة الإسلامية في أن تتعرف على أن هذا فنا إسلاميا، أيا كانت الأرض التي يكون فيها الإنسان ليشاهد هذا الفن. وعلى كل الأحوال لقد امتد الفن الإسلامي على سطح الأرض من مشارقها إلى مغاربها، من المغرب في الأندلس في أسبانيا حاليا، وحتى أقصى الشرق في الصين وفي اليابان وفي أندونيسيا وفي الشرق الأقصى. كل هذه الرقعة احتلها المسلمون يوما ما ومارسوا فيها أنواع الفنون المختلفة، التي من أهمها فن الزخرفة الإسلامية. ما هو فن الزخرفة الإسلامية؟ دعوني أقول لكم الحكاية من البداية. في بداية عهد المسلمين بالإسلام حرم عليهم أن يحاكوا خلق الله في الإنسان والحيوان وكل الأشياء التي لها روح وظل. حرم على الفنان المسلم أن يرسم الإنسان أو أن يرسم الحيوان، فاتجه بتفكيره إلى اتجاه آخر نحو المجردات، نحو الأشياء التي ليس لها روح وليس لها ظل حتى. وكان هذا الاتجاه يعني المزيد من التواصل نحو الخالق، المزيد من التواصل نحو المحيط والفراغ المحيط به بالصحراء التي تحيط به من كل النواحي. وبالتالي كان لابد وأن يوجد علاقة ما بين ما يرسمه وما يفكر فيه من فن، وبين البيئة المحيطة به، بين ما يحيط به من الفراغ، قبة السماء، كل هذه الأشياء حاول الإنسان أو الفنان المسلم جهده في أن يوجد لها علاقة بما يبدعه ويبتكره من فنون. فكانت الدائرة التي تمثل قبة السماء، كان الفراغ اللامتناهي، أراد أن يشغل هذا الفراغ. بماذا يشغله؟ يشغله بالخطوط، يشغله بالمساحات، يشغله بزخارف نباتية، أخذ من الطبيعة أوراق النبات. وبهذه المناسبة فإن أول أنواع النباتات التي استخدمها الفنان المسلم في الزخرفة نبات يسمى
نبات الأقنطة. نبات الأقنطة، هذا النبات يسمى في الغرب الأكانتس، واستخدمه الرومان واستخدمه الفراعنة واستخدمه الإغريق في زخارفهم. عنا للفنان أن يستخدم الخطوط كما قلنا، والمساحات والوحدات النباتية وكل الأشكال الهندسية التي كان يعرفها، كالدائرة والمربع والمثلث والمستطيل والمسدس والشكل السباعي والشكل السماني ومتعدد الأشكال ومتعدد الأضلاع وكل الأشكال الهندسية استطاع الفنان أن يوظفها. وتميزت الزخرفة الإسلامية بالتكرار، والتكرار شيء ليس بغريب على الفن الإسلامي، وشيء ليس بغريب أيضا على عين المشاهد المسلم، لأننا في ممارستنا لديننا نكرر كثيرا أشياء كثيرة. نحن عندما نسبح الله نكرر اسم الله كثيرا، نقول الله 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 الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يا حليم يا حليم يا حليم، دائما نكرر أشياء وأشياء وأشياء. هذا التكرار تماما كالذي يفعله الفنان المسلم عندما كرر وحدات الزخرفة تكرارا متعدد عديد المرات. نجد أنه يأخذ وحدة ويكررها، يأخذ زهرة وأفرع شجر فيها عدة ورقات، ثم يكرر هذا الشكل مرات ومرات عديدة. هذا التكرار يتماثل تماما مع التكرار الذي يكرره في تسبيحه بعد صلواته، كالتكرار الذي يكرره في أذكاره. كل هذا كان من الملامح المميزة لزخرفتنا الإسلامية. وظف الفنان المسلم الزخرفة الإسلامية في شتى مجالات الإبداع، رسمها على جدران المساجد من الداخل وعلى جدران المساجد من الخارج، زخرف بها، زين بها القباب، زين بها المآذن، أيضا زين بزخرفتنا الإسلامية المشكاوات. والمشكاة هي تلك الوحدة التي تستخدم للإضاءة داخل المساجد وتصنع من النحاس أو الزجاج. زخرف بها ملابسه، زخرف بها أستاره التي يعلقها على فتحات منزله. استخدمت الزخرفة الإسلامية في مجالات شتى. وكما قلت لكم أن هناك العديد من العناصر التي استخدمها الفنان المسلم، كالعناصر الهندسية والعناصر النباتية، وأيضا عنصر هام جدا استخدمه المسلمون في الزخرفة ووظفوه أيما توظيف، ألا وهو الكتابة الكوفية أو الخط الكوفي الذي سبق وأن تحدثنا عنه. دعوني أريكم بعض النماذج في هذا الكتاب الذي يتحدث عن الزخرفة الإسلامية، وهي نماذج توضح الحديث الذي تحدثناه في عجالة عن الزخرفة الإسلامية. في هذا الكتاب العديد والعديد من النماذج الجميلة والبديعة للأعمال الزخرفية. إذا بقيتم معنا للحلقة القادمة ستشاهدون ما بداخل هذا الكتاب من أعمال غاية في الجمال، فنحن هنا نتعرف على مزيد من الجمال، لما لا، والله جميل يحب الجمال. ما زلنا مع رحلة الكتاب في بحور المعرفة والثقافة التي لا تنتهي، ويبدو أننا نتوق لمعرفة صاحب كتاب اليوم. إنه أنا يا أستاذ. في أي أنواع المعرفة كتابك الذي قمت بتلخيصه؟ إنه كتاب عن علم اللغة العربية أو علم النحو. منذ زمن لم نتعرض لكتاب عن اللغويات. نعم علاء، لقد كان هذا الكتاب
يعطي شرحا وافيا عن علم النحو منذ نشأته على يد أبي الأسود الدؤلي، وكان هذا بناء على طلب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ألم يذكر الكتاب معنى كلمة نحو ومن أين جاءت؟ بالطبع يا عم. فقد ذكر الكتاب معنى كلمة نحو وقال إنه في ليلة من الليالي ابنة أبي الأسود الدؤلي قالت لأبيها ما أجمل السماء، فقال لها النجوم. قالت له أردت أن أقول لك إن السماء جميلة، فقال لها حينئذ قل لي ما أجمل السماء وليست ما أجمل السماء بالفتح وليست بالضمة. فقال له علي بن أبي طالب الاصطلاح بالاصطلاح فنحو هذا النحو، ومن هنا جاءت كلمة نحو. وتطور هذا العلم، وقيل أيضا إنه في يوم من الأيام جاء رجل رومي إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي وألقى عليه بعض الأبيات الشعرية بطريقة مضحكة لأنها كانت غير منقطة، ونقطها على هواه، أي أن الحروف كانت تكتب بلا نقاط المتعارف عليها الآن. ومن الذي وضع أسس النقاط على الأحرف العربية؟ هل هو أبو الأسود الدؤلي أيضا؟ لا يا عم، لم يكن أبو الأسود الدؤلي، ولكنه نصر بن عاصم، وكان هذا بناء على طلب الحجاج بن يوسف الثقفي بعد حادثة الرومي هذه، حتى تلافى الناس الوقوع في الخطأ. أعتقد أنه حان الآن موعد سؤال الأصدقاء. فعلا يا أستاذ، والسؤال يقول من هو أول من وضع علم النحو؟ وأيضا من هو أول من وضع النقاط على الحروف العربية؟ من هو أول من وضع علم النحو؟ ومن هو أول من وضع النقاط على الحروف العربية؟ طبعا ستكون حجة التأخير أنه يسكن بعيدا عني. يا عم، إنه لم يتأخر كثيرا، لم يمر على موعده إلا ربع ساعة. أم أنك متشوق إلى العلوم والتجارب؟ فعلا يا عدنان، لقد أصبحت أنظر في كل ما حولي بعين المتأمل العالي. عدنان، صباح الخير يا عدنان. صباح الخير يا علاء. أول درس هو الالتزام بالمواعيد. لماذا تأخرت؟ لقد كنت أشاهد تجربة علمية على الطبيعة. تجربة؟ أي تجربة؟ هناك حيث عمال البناء. وماذا كانوا يفعلون؟ هم بالطبع لم يكونوا يقومون بتجربة علمية بالمعنى الصحيح، إنما جاءت معهم بالصدفة. أتعرف يا علاء أن أكثر المخترعين قد اخترعوا هذه الاختراعات بالمصادفة؟ هل تذكراني درس الضخ؟ نعم أذكر، ولكني أيضا لم أفهم. ليس جديدا علي. ماذا؟ ما تقول؟ يا عم هو لا يقصد، دعه ليقصد. انظر، هذه صفيحة فارغة، فإذا وضعناها هنا على سطح الرمل الناعم، هل تلاحظان شيئا؟ أبدا طبعا. عظيم يا عم، فإذا وضعنا بعض الماء في هذه الصفيحة، الصفيحة تغوص أكثر من المرة السابقة، ويزداد غوصها كلما كان وزن الماء أكبر. نستنتج إذن أن الضغط يزداد بزيادة وزن الجسم.
حديثنا الآن يا أطفال عن سفينة الصحراء. ما هو الحيوان الذي يطلق عليه سفينة الصحراء؟ ها؟ الجمل. الجمل. الجمل هو سفينة الصحراء. لماذا سمي الجمل بسفينة الصحراء؟ ها؟ أجب. لأنه يمشي كثيرا في الصحراء أيام طويلة. يمشي مسافات بعيدة وأياما طويلة في الصحراء ويصبر وهو يحمل أثقالا كثيرة في الصحراء، فلذلك سمي بسفينة الصحراء. الآن نعود إلى الموسوعة لنرى ونسمع ما جاء بها عن الجمل. طبعا أنتم شاهدتم الجمل سواء في الحديقة أو في خارج الحديقة، في الشوارع أحيانا تشاهدون الجمل، في المزارع ممكن. وجه الجمل طويل وبارز إلى الأمام، والأنف يشبه الشق، يستطيع أن يغلقه وأن يفتحه حسب مشيئته، كما أن الجفون طويلة وذلك للتغلب على العواصف الرملية. يقول الكتاب أيضا الجمل العربي يقطن المناطق الصحراوية الشمالية الإفريقية والجزيرة العربية، وقد استأنسه الإنسان. إذن الجمل حيوان مستأنس. هل هو متوحش أم مستأنس؟ مستأنس. هل هو صديق للإنسان؟ نعم. الحقيقة الجمل لا يمكن أن نطلق عليه لفظ صديق بمعنى صديق، يعني ليس كالكلب مثلا، ولكن نستطيع أن نقول إنه حليف الإنسان. لماذا؟ لأن الجمل له مزاج حاد، وإذا استثير بعد الصبر الطويل يستطيع أن يهاجم الإنسان وأن يقضي عليه، لذلك نقول إنه حليف الإنسان. الجمل وجد في الجزيرة العربية أيضا، استأنسه الإنسان منذ فجر التاريخ، واستخدمه في أغراض مختلفة منها الركوب والنقل والحرث أيضا. الجمل العربي يستطيع أن ينقل حملا وزنه أكثر من 500 رطل لمسافة تزيد على 40 كيلومترا ولمدة 3 أيام دون أن يشرب قطرة ماء واحدة، لأن الجمل يجتر، يعني يخزن الماء والطعام ويجتره عندما يجوع أو يعطش، ولكنه يشرب كثيرا بعد ذلك العطش. يقول أيضا الكتاب الجمل العطشان يمكن أن يشرب أكثر من 20 جالونا من الماء في المرة الواحدة. 20 جالونا من الماء يشربها الجمل في المرة الواحدة. وهناك طبعا منافع أخرى للجمل، فالإنسان يستخدم جلوده وصوفه أو وبر الجمل. وبر الجمل عظيم في صنع العباءات وفي صنع بعض الملابس، ويستخدم الجمل أيضا كمصدر من مصادر اللحوم للإنسان، وأيضا يشرب لبن. إذن الجمل له منافع عديدة، والجمل أيضا من الحيوانات التي جاء ذكرها في القرآن، فيصنع من وبره الملابس ويستخدم صوفه ويستخدم لحمه للأكل أيضا. طبعا الجمل هناك جمال كما في الصورة لها سنامان، يعني في جمل له سنام واحد وجمل له أكثر من سنام. هناك أنواع من الجمال غير الجمل العربي الذي نعرفه. هناك الجمل ذو السنامين، وهو حيوان يعيش في آسيا في شمال جبال الهيمالايا، وهو قوي البناء. ما هو السنم؟ يعني انظروا إلى هذه الصورة، الجمل له هنا سنامان. السنم عبارة عن كتل من اللحم، تجمع من الدهنيات يستفيد منها الجمل كغذاء مختزن عندما يكون الطعام شحيحا.
وينكمش ذلك السنم عندما يتعرض الجمل للجوع، وعندما يرتاح ويأكل ويشرب جيدا يعود السنم إلى سابق عهده. هناك شيء غريب يميز الجمل عن بقية الحيوان، فالجمل لا يسير كما تسير الحيوانات، حيث تتحرك الرجلان في الجانب الأيمن الأمامية والخلفية وما يتبعهما الرجلان في الجانب الأيسر، يعني تتحرك الرجلان الخلفيتان مع بعضهما وتتحرك الرجلان الأخريان في الجانب الأيسر. الجمل يعيش حوالي 25 سنة، يعني أقصى مدة يحياها الجمل في عمره 25 سنة. هذا هو الجمل، سواء الجمل ذو السنام الواحد أو الجمل ذو السنامين.